السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها ده اسمها ايزي وورنينج. هي بتعمل ايه؟ بتبدأ تلون المشاكل اللي موجودة. يعني احنا لو استخدمنا الوورنينج العادي اللي موجود في الريفت اللي هو في مانج وقلنا له انا عايز ابدأ اشوف الاخطاء اللي هي الوورنينج ديت، بيجيبها لي بس ايه اسامي بدون تلوين. انما هنا لما بقول له ايزي وورنينج بيبدأ بقى يجيب لي كل حاجة بلون بالشكل دوت، لو في كلاشات لو في اي مشاكل بيديها الالوان بالشكل دوت، فانا اقدر اعرف المشاكل موجوده فين. ممكن يكون مثلا المشاكل كلها في الدور الاول، ممكن يكون في الدور الاخير، ممكن يكون حاله المشاكل اللي في الدور اللي تحت. ممكن ابدا اركز على مشكله بلون معين وابدا احلها. فده صراحه ده قوي، يعني زي ان هو بيقول لي نسبه الخطا قد ايه، هل الكلاشات هل في اخطاء يمكن ما نعتبرش اخطاء ونعديها، زي مثلا ان رقم معين مثلا مكرر او حاجه زي كده. طبعا انما العنصر يبقى موجود مرتين ده طبعا غلط، لان هيبقى فيه مشكله في الحصر.